سلام، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. معكم أميمة في قناة ريفيو أمي. مرحبا بكم في فيديو جديد، نهار جديد ووجهة جديدة. كيف ما شفتوا في لانترو تاع الفيديو، أنا جيت لإسطنبول. في هاد الفيديو في هاد السلسلة تاع الفيديو تاع إسطنبول غادي نوريكم البلايص اللي ممكن تمشيو ليهم في إسطنبول. بالنسبة للناس اللي جاد عندي في القناة غادي نقول لكم في فلاشين ديالي كنحط لكم البلايص اللي ممكن تمشيو ليهم وكيفاش تمشيو ليهم. وإلا مشيت الان غيستو سنعطيكم حتى لي بري تاع الغيستو وكل شيء كاع لي ديتاي. في هذا الفيديو غادي نوريكم البلاصه اللي مشيت لها في اسطنبول اللي هي جامع ايوب سلطان الانصاري، وغادي نوريكم حتى الجناب تاع المسجد والوسط تاع المسجد، لانه هو من بين البلايص اللي ممكن تجيو ليها في اسطنبول وخاصكم ضروري تزوروها حيت كاينين دي زاكتيفيتي اللي قرب للمسجد. بالنسبه لهذا الفيديو غادي نوريكم فين جا ايوب سلطان. ايوب سلطان جا في الجهه الاوروبيه تاع اسطنبول، بالضبط في منطقه ايوب سلطان اللي هي تسمات على اسم المسجد. الا بغيتو تمشيو لايوب سلطان، الا كنتو في امينونو راه كاينه المحطه الكبيره تاع البوسات تما، غادي تاخذوا رقم من هاد الارقام تاع البوس اللي كتشوفوا، اولا الا كنتو في تقسيم ممكن تاخذوا المترو حتى لمحطه هاليش يعني خليج، وغادي تهبطوا تما وغادي تلقاو البوس وغادي تمشيو، وممكن تلقاو حتى الترانسبور من تقسيم لايوب سلطان، اولا كاينين عاوتاني لي بوس اللي كيديو بيير لوتي. قول لهم بيير لوتي، الا قول لكم ايفيت غادي تركبوا، ما كانش راه غادي يقول لكم يو. بالنسبه للمنطقه راه كيف ما كتشوفوا هنايا الجناب تاع المسجد كاينين محلات تيبيعوا المصاحف، تيبيعوا التسابح، الفولارات وكاع داكشي، وكيبيعوا حتى واحد الكتيبات صغار فيهم سوره ياسين كي ياخذوهم الناس، حيت هنايا المنطقه دايره بالمقابر. الناس اللي كيجيو لهنا تيقراو القران على المقابر وتترحموا على الموتى اللي كاينين هنايا. بالنسبه للمنطقه هنايا راكم شفتوا راه كاين واحد الساحه تبارك الله كبيره، وغادي تشوفوا هنايا شويه الدنيا عامره حيت كان بقيت تاع الظهر. صراحه هذا المسجد هو مسجد ايوب سلطان الانصاري، راه فيه حتى القبر تاع الصحابي ايوب سلطان اللي كيسميوه الاتراك ايوب سلطان، ولكن السميه ديالو هي ايوب الانصاري الله رحمه الله. هنايا كيف ما كتشوفوا المسجد، عندكم فين تتوضاو، باش انا عجبوني المساجد التركيه عندكم البلايص فين تتوضاو، ماشي بحال في المغرب بالضبط ما تيكونوش بلايص فين توضاو بحال هكذا. هنايا دايرين البلاصه تاع الوضوء تاع الرجال، وعاد العيالات دايرينها ومغطيينها، دايرين بحال واحد السياج، بحال واحد البلاصه مغطيين بها. وبالنسبه هنايا راه الوسط تاع المسجد اللي كاينه الشجره، هاد الشجره كيقولوا بانها واحد الشجره اللي كبيره وعتيقه كانت موجوده مني تدفن صحابي ايوب الانصاري هنا، وكانت تضلل القبر ديالو. وهنايا هاد البنايه اللي بالازرق راه الداخل ديالها راه كاين القبر تاع صحابي ايوب الانصاري، وكيقولوا هنايا راه هاد الشجره راه دايرين بها بحال واحد الروبيني. هاد الروبينيات كيقولوا راه فيها واحد المياه طبيعيه، والناس كيعتقدوا بانها واحد المياه مباركه اللي كتحقق زعما الشارب ديالها اي زعما اي حاجه كيتمنى بفضل الله. We'll be right back.
هنايا في الدخلة تاع القبر تاع الصحابي أيوب الأنصاري. أيوب الأنصاري كان أول صحابي اللي غادي يستضيف الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. هذا المسجد غادي تلقاو بزاف المحلات كيبيعوا الاكل التركي وكيبيعوا حتى الحلويات التركيه بحال هذيك الحلقوم، حلوه الحلقوم. غادي تلقاو هاد سحلب حتى هو راه زوين. هنايا غادي يبانوا لكم لي بري تاع هاد الفتره، ولكن حاليا تركيا تزادوا فيها الاسعار، كاين اللي دوبلو. لا لاحظتوا هنايا عندهم صراحه الخضره باغابور المغرب شوية طالع الثمن. كاينين محلات تاع الفخوماج معروفين الاتراك بالفخوماج حيت ضروري كيستعملوه في الفطور ديالهم. وهنايا المحلات تاع الشاورما، يعني اي حاجه بغيتوها في الماكله غادي تلقاوها. وعجبني بزاف بزاف في تركيا الاكل ديالهم، صراحه الاكل عندهم زوين، بالضبط المشاوي، وعندهم اللحم والكفته اكثر. ودابا راه كانوا قبل كيديروا شاورما باللحم، دابا كنت شفت في الاخبار بانهم ولاو تيفضلوا شاورما دجاج حيت شويه نازله في الثمن. والا جيتوا لتركيا ضروري تجربوا الباكلافا وتجربوا هاد الحلويات ديالهم، بالضبط الا بغيتوا تاخذوا الباكلافا البقلاوه والكنافة خذوها من محل صفا، عندهم الكنافة والباكلافا معروفين بها. وكاينين حتى المحلات تاع الذهب، انا غادي نوريكم غير لي موديل تاع الذهب اللي كاينين في تركيا.
غادي تكون لا فيديو ديالنا وصلت النهايه ديالها. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. تسناو لا فيديو الجايه ان شاء الله التكمله تاع البلاصه اللي ممكن تمشيو ليها هنايا حدا ايوب سلطان اللي هي بيير لوتي ان شاء الله. تلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. باي باي. Söz verdim kendime ağlamak yok diye dönülmez yollardaydım.